هنروح للمقر الانتخابي بنادي الاهلي في فرع نادي الاهلي بالجزيره، والزميل المراسل محمد توفيق، ولقاء مع السيد محمد سعفان وزير القوى العامله. اتفضل يا محمد. ايه ده بمناسبه اللي انا قلت. مساء الخير كابتن هيثم، مساء الخير الزميل العزيز امير هشام، تحياتي لكم ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم اكثر من رائع يعبر عن مدى قيمه وعظمه النادي الاهلي اللي دايما بنتكلم عنها ومبادئ النادي الاهلي. اي حد موجود داخل فرع النادي الاهلي او بيشوفنا في الشاشات حاجه تدعو للفخر فعلا. اسره النادي الاهلي الكبيره النهارده بتنتخب مجلس اداره جديد لمده 4 سنوات، كان واحد من افراد هذه الاسره هو معالي الوزير محمد سعفان وزير القوى العامه معانا النهارده. يعني حضرتك كنت حريص انك تكون موجود النهارده يعني تشارك في هذا الحدث العظيم، يعني تقول لي النهارده وراي حضرتك في المشاركه وسهوله في الاجراءات النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنبارك للنادي الاهلي نفسه على الشكل الحضاري اللي اعضاء النادي الاهلي حريصين عليه دايما، ومتهيألي ان ما بعد 30/6/2013 اصبح اي مواطن مصري النهارده بيبقى حريص على حقه او اي حق دستوري ليه. فمتهيألي اعضاء جمعيه العموميه للنادي الاهلي هم حريصين النهارده على انهم يكونوا متواجدين ويضلوا اصواتهم للي بيرغبوا فيهم عشان يقودوا مسيره النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. احنا في وسط اليوم الاقبال شديد من الصبح، واعتقد اقبال اكثر من رائع هيبقى فيه النهارده رقم محترم جدا من اعضاء الجمعيه العموميه هيطلب اصواتهم. الناس اللي بتشوفنا دلوقتي حضرتك تقول لهم ايه كمان ان هم يجوا يشاركوا وينزلوا النهارده يشاركوا في هذا الحدث؟ يعني اولا مش غريب على النادي الاهلي، وهو ده النادي الاهلي، ومتهيألي ان جميع اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي حريصين على ان هم يكونوا متواجدين النهارده. يمكن حتى الدخول رغم الصعوبه شويه، لكن الناس كلها حريصه على انها تكون موجوده تدي بصوتها وتختار اللي هي عايزاه عشان يقود المسيره خلال الفتره القادمه. فانا طبعا لو في حد لسه ما نزلش بقول له لا لازم ينزل عشان ده حقه، ولازم هو يكون حريص على حقه. يعني معالي الوزير شعورك بقى الداخلي وشعورك الانسان النهارده وانت داخل جنبات النادي الاهلي وبتشوف المشهد النهارده؟ لا يعني مش زي ما قلت لك في قبل كده ان ده مش غريب على النادي الاهلي، احنا تعودنا ده دايما من النادي الاهلي وجمعيته العموميه، وان احنا دايما بنكون حريصين على ان احنا نكون موجودين في مثل هذه المناسبات عشان كل واحد يقدر يساعد ويساند خلال هذه المرحله والمرحله القادمه في بناء جيد للنادي الاهلي. كل اللي احنا بنعمله النهارده او الجمعيه العموميه بتعمله انها بتساعد في يعني الـ 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 الارتقاء بكل الخدمات داخل النادي الاهلي، الارتقاء بكل الالعاب اللي موجوده داخل النادي الاهلي. كل ده لن يتاتى الا اذا كان اعضاء الجمعيه العموميه قادرين على ان هم يضيفوا الاضافه ديت ويختاروا اللي يصلحوا خلال المرحله اللي جايه في ان هم يقودوا هذه المسيره. شكرا يا فندم، اتمنى لكم صحه وتوفيق باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. شكرا كابتن هيثم زميل العزيز امير، ده يمكن كان لقائنا مع معالي الوزير الاستاذ محمد سعفان وزير القوى العامله. يعني زي ما قلت لكم مشهد اكثر من رائع فعلا. اسره النادي الاهلي الكبيره بتختار النهارده مجلس اداره يقود السفينه لمده 4 سنوات قادمه، مشهد يدعو للفخر لكل اهلاوي. الكلمه ليكم، اتفضلوا.